وصلت انا مدام صفاء. اه قاعده ملاقيش، افضل اطلع 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 لحد ما ضحك لك المزاد كله عليه. طلب صغير بس يعني، عايزين شويه زياده بالفلوس، ربنا ما يحرمنا منك. مساء الخير يا بهوات، هنبدا المزاد ب 15 فدان في العالمين، 5 فدادين منهم على البحر، الارض دي ثروه كبيره وربنا يبارك للي هيقدر على ثمنها. نفتح المزاد ب 50 مليون جنيه. 55 مليون. 56 مليون. 60 مليون. 70 مليون جنيه. 71 مليون جنيه. 76 مليون جنيه. 77. وبعدين بقى محدش يزود بقى، انا عايزه المزاد ده. 80 مليون جنيه. بتاع ايه ده خساره؟ 80 مليون. 80 مليون. حد هيزود 80 مليون. بعتلي جاسوس يا صفاء؟ عايزه تبوظي لي المزاد؟ 80 مليون. 80 مليون. حد هيزود؟ هديك الضعف بس امشي. 80 مليون ونص. 80 مليون ونص. 80 مليون ونص. حد هيزود؟ 80 مليون ونص. مبروك عليك المزاد يا هاني. اسم حضرتك لو سمحت. مهرة أبو الليل. مبروك عليك المزاد مدام مهرة أبو الليل.